صباح الخير. بصوا بقى، انا النهارده الصراحه فرحانه الحمد لله يا رب. الحمد لله دايما بيبقى بعد الصبر جبر، دايما بعد العسر يسر، وده يعني بصوا يعني وعد ربنا ان مع العسر يسر. دايما يا جماعه المحن لما بتشتد قوي 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 يبقى بعد منها منح، او خلال المحن نفسها بيبقى في منح ممكن احنا مش واخدين بالنا منها، بس بعد كده بندركها وبنشوفها بعينينا. تعالوا مع بعض كده نشوف، نسمي الله كده ونصلي على الرسول وندخل برجلنا اليمين عند الحمام. الحاله بتاعت الحمام الحمد لله الى حد كبير الحمد لله مستقره. في حمام فعلا بيهز بدماغه اهو، اللي هو بص الحمام بيعمل ازاي. عارفه ان في كذا فرد من الحمام ده والمفروض ان هم يتعزلوا، بس والله انا بجهز في مكان وعايزه يعني بعمل حاجات كده علشان خاطر ايه اقدر اخد الحمام ده واحطه بره، علشان لما احطه في مكان المكان ده يبقى امن، يبقى كويس، ميبقاش برد جامد. حمام حالته السوء، وممكن في حمام يموت وانا اشيل ذنبه، لان دي روح يا جماعه في الاول وفي الاخر. انا عارفه ان الحمام ممكن برضه يضر الحمام التاني، فان شاء الله ان شاء الله قريب كده يعني كام يوم كده ان شاء الله هشيل الحمام اللي هو مروش بالشكل ده، لان في كذا فرد هنا. ده بصوا ده يعني بصوا الى حد ما مش قوي، ده اتحسن كتير يعني الحمد لله. بحط ايه دلوقتي؟ هقول لكم انا بحط ايه. بصوا تعالوا مع بعض كده، بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الحمامه دي يا جماعه بيضه بيضتين، البيضتين دول لا رايقين، دول ما فيهمش تخصيص، دول هشيلهم ارميهم تمام. بس انا قلت اشوفها هتنام عليهم ولا لا، بقى لها كذا يوم، بقى لها ممكن حوالي اكتر من 10 ايام نايمه عليهم، البيضتين دول رايقين. بصوا ده بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الحمامه دي مطلعه بقى لها يعني الزغاليل دول ممكن بقى لهم النهارده ثالث يوم واكلين الحمد لله، مأكلاهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. بصوا هناك لو تلاحظوا الحمام هناك كده بتعشى ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا مع بعض كده بقى ايه نشوف، بسم الله ما شاء الله. الحمامه دي نايمه على بيضتين، البيضتين دول مخصبين ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بصوا مش حابه عنكم اي حاجه، انتوا اخواتي وحبايبي اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله دول مخصبين تمام اهو، زي ما انتوا شايفين كده الحمام ابتدى يرجع تاني الحمد لله تدريجي واحده واحده كده برده، وانا معاه طبعا مش سايباه ومش سايباه كده وخلاص وبقول هو هيتحسن كده مع نفسه، لا بحط حاجات. طب بتحط ايه؟ تعالوا مع بعض كده نشوف انا بحط ايه للحمام. والحمد لله الحمد لله الحمام اتحسن يعني بنسبه ممكن 95% الحمد لله. تعالوا هقول لكم على كل حاجه بالتفصيل، مش هخبي عنكم حاجه ابدا. تعالوا بقى نشوف الحمام الرومي اخباره ايه، وهفرحكم برضه زي ما فرحتكم هناك هفرحكم برضه هنا. وعلى فكره الفيديو ده معلش معمول بقاله يعني حوالي كده ممكن 10 ايام، فطبعا حبيت ان انا اعمل برضه يعني اواصل او ادمج معاه المقاطع اللي هوريها لكم دلوقتي، وهوريكم الزغاليل ما شاء الله حجمها بقى قد ايه، والحمام التاني باض ولا لسه ما باضش. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حمام الروم يا جماعه الكويس فيه ابتدى ينتج ما شاء الله. الجوز ده الحمد لله كويس جدا ابتدى ينتج زي ما انتوا شايفين كده، انا رميت له قش بحيث ان انا احفز الحمام ان هو يشتغل. هو في حمام لسه مروش بس ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس ويبقى زي الفل برضه بفضل الله اولا واخيرا يا جماعه، وفضل الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي تمام. طيب الحمام المروش اللي هو عند الحمام البلدي هوريه لكم برضه دلوقتي، لان انا مصوره مقطع وما شاء الله الحمام هوريكم برضه حالته وشكلها ايه. المهم هنا بقول لكم ده بيض لسه جديد، البيض ده بصوا يا جماعه صغير يعني، ده بيض لسه نتايه اول مره تبيض، فهوريكم دلوقتي. تعالوا شوفوا معايا كده النتايه اللي انا بشاور لكم عليها دي، النتايه دي زاجل يا جماعه، دي النتايه لسه شباب، دي اول مره تبيض فيها، فبيضت البيضتين الصغيرين دول، فانا حاولت يعني احوط عليهم كده عشان ايه ما يتكسروش، وهنشوفهم بعد كام يوم ان كانوا مخصبين ولا لا.
تعالوا بقى مع بعض اوريكم او نطمن على الزغاليل اللي هو شفناهم في اول الفيديو. الحمامة اللي وريتها لكم دي يا جماعة دي كان تحتها بيضتين مش مخصبين، لو انتوا فاكرين في اول الفيديو كده شلتهم رميتهم، وهي ما شاء الله باضت بيضة دلوقتي. وهنشوف برضو مع بعض، هنتابع مع بعض البيض اللي تحت منها شكله ايه. تمام، شفتوا طبعا الزغاليل ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، يعني الزغاليل كبرت وبقى حجمها حلو وريشت يعني كمان الحمد لله. الحمامة اللي وريتها لكم دي طلعت ما شاء الله، برضو اللي وريت لكم المقطع بتاعها في اول فيديو كان تحتها بيضتين، دلوقتي طلعت الحمد لله. والحمامة اللي كانت بتعشش باضت تحتها بيضتين اللهم بارك. هنا بقى تعالوا مع بعض هوريكم، بصوا النتايه دي اللي انا وريتها لكم برضو في اول فيديو كانت مروشه، كانت بتلف دماغها جامد، الحمد لله خفت وبقت زي الفل. اغلب الحمام اللي كان مروش الحمد لله يا جماعه خف وبقى زي الفل. هنا بصوا دي الحمامه دي برضو باضت بيضتين، هنا في حمامه بتعشش ما شاء الله الحمد لله. هنا برضو الحمام ده بيعش او بيحاول، بصوا اهو بصوا يعني ابتدى ايه يعشش برضو، ومنهم برضو قش زي ما رميت الحمام الرومي، هرملهم هنا قش برضو عشان الحمام انا شايفاه برضو ايه الحمد لله ابتدى ايه يعش وابتدى برضو في الانتاج الحمد لله. زي ما انتم شايفين الحمام، حاله الحمام يعني اتحسنت تقريبا كده ممكن 98 او 99% بفضل الله اولا واخيرا يا جماعه. ده بقى حاله الحمام اللي هو في السلاكه. المنظر اللي انتم شايفينه ده او الدرج بالمنظر ده، ده كان حالته من حوالي ممكن 10 ايام او اكتر من 10 ايام، وهوريكم برضو بالتدريج الحمام الحمد لله بصوا حالته اتحسنت كتير جدا. طبعا انتم عارفين الادراج دي بغيرها يوميا، بتتغير وبتتغسل وبتتعقم، بحطها في الشمس، انا عندي غيار كذا كذا درج يعني، فبغيرها بحط بغسل وبعقم بحط في الشمس، وباخد اللي هو كان في الشمس قبلها بيوم وبحطه. الحمام ده يا جماعه النتايه اللي كنت ملاحظه برضو عليها، لو كنتوا ملاحظين معايا برضو في المقاطع اللي فاتت، ان دماغها كانت بتلف بدماغها شويه. تمام، فانا حطيت لهم الطاجن ده علشان يعني اشجعه ان هم ايه يشتغلوا. الحمام ده لو اشتغل حتى لو هو عنده روشه ممكن يشتغل عادي على فكره. يعني ايه الحمام لما بيبيض مثلا بيبتدي ياكل الزغاليل والكلام ده، فالحمام تدريجيا بيخف وبيبقى كويس. تعالوا بقى هوريكم، بصوا حاله الحمام يعني بصوا اول امبارح، الكلام ده كان اول امبارح يا جماعه. الدرج ده ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا حاله الحمام الحمد لله يعتبر اتحسن كتير، اسهالات اتمنعت تماما الحمد لله، ما عادش عندهم اسهالات خالص، وده طبعا فضل الله اولا واخيرا. سوم المنتجات اللي هقول لكم عليها دلوقتي، والخلطه برده اللي انا عملتها معاكم قبل كده وهقول لكم برده عليها. اول حاجه يا جماعه معانا ده هايفيت، هايفيت ده يعتبر انسب منتج للتحضين، وبنستخدمه كمان قبل وبعد التحصينات، وكمان منشط نمو ورافع مناعه، بيعمل على تكوين الانزيمات الضروريه يعني يا جماعه بيقاوم الامراض الفيروسيه والبكتيريه، بيوفر احتياجات الطيور والحيوانات من جميع الفيتامينات، لان في مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات هقول لكم عليها دلوقتي. بيساعد على زياده انتاج البيض يا جماعه، وبيزود الخصوبه، وكمان بيزود حجم البيض. بصوا يا جماعه فيها فيتامين الف، وفيه في كام وحده من فيتامين الف، في حوالي 1,000,000 وحده دوليه اهو، بصوا ده 10,000,000 وحده دوليه على فكره، في 10,000,000 وحده دوليه من فيتامين الف، في يعني نسبه عاليه جدا من فيتامين الف. في كمان فيتامين د 3، في فيتامين ه وفيتامين ك وفيتامين ب، ب 2 ب 6، فيتامين سي او فيتامين ج، في فيتامين ب 12. كل الفيتامينات دي موجوده في هايفيت. طب حطيته قد ايه؟ حطيته للحمام حوالي 3 ايام، من 3 ايام لخمس ايام، انا حطيته للحمام 3 ايام، حطيت 3 ايام بعد الخلطه اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات. يا ريت ترجعوا الفيديو تشوفوا، هو الفيديو ده يا جماعه اول الخلطه اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات، دي هي اللي وقفت الاسهالات تماما، اللي هي كانت كالآتي: اربع حاجات يا جماعه، قشر الرمان ومعاه الكزبره ومعاه الكمون ومعاه كمان الزعتر، عارفين طبعا الزعتر ده مضاد فيروسي من الدرجه الاولى. الخلطه دي يا جماعه حطيتها من 3 ل 5 ايام، انا حطيتها 3 ايام ولقيت الاسهالات الحمد لله توقفت تماما والحمد لله. بعد كده حطيت طبعا الفيتامينات اللي انتوا شايفينها دي، حطيت هاي فيت بالمجموعه من الفيتامينات اللي انا قلت لكم عليها دي، وكمان فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 ممتاز 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 في علاج مرض الروشه، وبكده يا جماعه يكون الحمام الحمد لله برضو اتحسن بنسبه كبيره جدا، خصوصا الحمام البلدي. الحمام الرومي فيه كام فرد بس لسه برضو عايزين شويه شغل معاهم برضو بفيتامين ب 12، هو اللي ان شاء الله هيعالج موضوع
الروشه او التواء الرقبه اللي انت شفتوه عندي، تمام. وبرده نفس الجرعه يا جماعه، 1 سنتي على لتر الميه، تمام، زي ما قلنا برده من 3 ايام ل5 ايام. بصراحه الحمد لله الحمد لله الحمام اتحسن كتير زي ما انتوا شفتوا، الحمام ابتدى يشتغل، وبرده هنتابع مع بعض وهقول لكم كل حاجه، مش هخبي عنكم حاجه نهائيا. اتمنى بقى تدعمونا بلايك، ويا ريت لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس، وفعلوا اول الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.